خلينا اروح الى يعني بعد يعني اليوم الوطني مشاعر كبيره جدا يعني يحتفي بها كل الناس، فما بالك اذا كان شاعر، شاعر له يعني قلمه وله مشاعره الفياضه. بلا شك يعني بدايه ماذا تقول لكل يعني فرد من افراد المملكه العربيه السعوديه، وايضا كلمتك في كابيات سطرتها لهذا اليوم؟ بالنسبه للكلمه للشعب السعودي، انا ما راح اقول اكثر مما قال محمد بن سلمان. نعم. الله يطول في عمره. يعني هذا الرجل قال انا من هذا الشعب واستمد قوتي من هذا الشعب، وهذا الشعب شبه بجبل طويق، فلك ان تتخيل انك من هذا الشعب العظيم وتحت قياده هذا الرجل العظيم كيف بتكون مشاعرك. يعني انا اقول 93 عام مرت على المملكه العربيه السعوديه، من قائد في قائد ومن زعيم في زعيم ومن تطور في تطور، وقسها عمل متواتر متكامل كلا يكمل ما سبقه. هذا من ناحية. بالنسبة للقصيد وهذا عاد مجالي، الشعر طبعا مهما كتبنا في الوطن احنا مقصرين، فأنا أقول في بلاد الدين مهبط وحي من جاب الرسالة، كلمة التوحيد نور وسيف أخو نور حضنها، شالها من حضن فقر وجهل والدين ارتكاله، وزاح وجه العنصرية وانتشلها من وهنها، واستقامت له على ما يشتهي وارتاح باله، ورفرفت راية سعدها يوم غنت له لحنها، الغلالة والوفالة والثنالة والولالة، بيعة سود الليالي بالمواقف تمتحنها، ورث الحكم العظيم وقادوا الدولة عياله، صفوة ملوك العرب للطايلة ساقت ضعنها، يا ولد من قوم الدنيا بعدله واعتداله، فيك أقوى الرجال اللي على مثلك ثمنها، تستجير بك الشعوب اللي من الضيق استحالة، تستجير بغيرك أنت اللي تشيل الضيق عنها، فعلك الصامت يسوي لك على الشاشات هالة، فعلا يصب القهر لعداك ويسمم بدنها، هيبتك تقصر يدين أهل الردى وأهل النذالة، شلة لا مذهب يقدي ولا سرت وطنها، تضحك الدنيا بعين المملكة مجد وشكالة، كأنها تقول الزمن هذا، كأنها تقول الزمن هذا على الواقع زمنها، روسنا من دون حد المملكة تطنخ بسالة، ومن تضايق من ظروف الوقت والشدة زبنها، حقها في رقابنا مصيون ما عشنا عماله، عزنا الله في وطننا والولا فيها ومنها. انا اشهد. صح لسانك، صح بدنك.